بسم الله الرحمن الرحيم. معشر الإخوة الكرام، السيد رئيس، الإخوان المستشارين المحترمين، أخوات المستشارات المحترمات، الحضور الكريم، ملي جيت تنعرض عليكم أشياء تتعرفوها إجمالا، فصلت فيها لكم وللمواطنين المغاربة من خلالكم. لا بد أن يعرف المواطنون المغاربة ما الذي يقع، شيء مهم في حياتهم، تقاعد لانتريت اللي تيقولوا المغاربة، اللي كتضمن لهم بعد الله سبحانه وتعالى المعاش ديالهم ملي تيخرجوا، ملي كيتجاوزوا 60 عام، حتى كيقدر الله اللي قدروا ولذوي الحقوق من بعدهم، لأنه النظام تيحتفظ لذوي الحقوق بالأجرة كاملة، النص كيعطيه للمرأة والنص كيعطيه الأولاد على ما يوصلوا 21 عام. هذا النظام، جيت كنقول لكم الإخوان الكلام اللي قالوا بعض الإخوان باختصار، قالوا يا ودي هذا النظام مهدد، ومهدد بالزوال، مهدد بأزمة. إذا بغينا نحافظوا عليه كيف ما هو، خصنا في 10 سنوات 125 مليار ديال الدرهم. هذا راه واحد الرقم كاين صعوبة كنعتقد عند واحد العدد ديال الناس باش يستوعبوه، وما بغيش نقول لكم الأرقام الأخرى اللي كتتكلم على شنو كيتسال هذا النظام بالطريقة ديال الاحتساب. الدولة ما كتحسبش على عام هذا كيحسب عليه شخص بحالي وبحالكم، ولا 5 سنين ولا حتى 10 سنين، الدولة كتحسب على بين 30 و100 سنة، خص يكون عندها بين 30 و100 سنة ديال الوضوح، لأنه واحد الإشكال اللي غادي يتطرح دابا راه كان باين في 2000، ولكن من 2000 ل 2014 ملي ما خديناش الإجراءات اللازمة في ذلك الوقت، عملنا إصلاحات اللي عطتنا 5 أو 6 سنوات. وأنا تنقول لكم اليوم عندنا إصلاحات ضروري غادي تعطينا هنايا من هنا 10 سنين إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى 2022، وغادي نعملوها بتوافق إن شاء الله الرحمن الرحيم. وماشي معنى هذا أنه إلا جا شي واحد وكان كيظهر باللي بغى يزايد بهذا الشيء غادي نسكتوا ليه، ولا كيظهر باللي الا جا شي واحد وبغى يزايد بهذا الشيء غنتراجعوا حنا على الاصلاح. هذا الاصلاح ضروري غنديروه، ماشي فين ما جيت نعمل شي اصلاح، ماشي سمحوا لي، ماشي فين ما جيت نعمل شي اصلاح ينوضوا لي الناس عندك خاص مقاربه شموليه، خاص اشكاليه سياسيه، خاص أسيدي أنا عندي مشكل ديال التقاعد في 2014، إلا ما اتخذش الإجراءات اللازمة غادي يخصني نحط 1.8 ديال المليار ديال الدرهم، وفي 2016 غادي يخصني نحط 6.2 ولا 3 ولا 4 ديال المليار ديال الدرهم، ومن هنا لنهاية دابا 10 سنوات غتخصني 125 مليار. واش غنقبض 12 مليار ديال الدرهم ونص من الميزانية ديال المغاربة ونديرها في التقاعد ديال الموظفين كل سنة بأي حق؟ كتكلموا معايا على مفاهيم نظرية، أنا قابل، أنا ما تندعيش أنني كنعرف كل شيء، يمكن كاين بزاف الإخوان هنا كيعرفوا أكثر مني، ولا كان شي واحد عنده شي حاجة بغى يقولها، لأنه أنا سمعت الكلام في التقديم ديال بعض الإخوان كيحيل على العلم، ولكن ملي جينا للنقاش رجعنا للكلام اللي قلت أنا، رجعنا للأرقام ورجعنا للعجز ورجعنا للزيادة في سن التقاعد ورجعنا فإلك. والآن نحن بصدد نظام التقاعد ديال الموظفين العسكريين والمدنيين، واسمحوا لي المجال ديال 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 الجنود ديالنا وديال الناس الأمنيين ديالنا اللي ماشي فقط خدموا الوطن ولكن اللي ضحوا بالأعمار ديالهم وخاطروا بالأرواح ديالهم ودافعوا على الثغور ديالنا ودافعوا على الحدود ديالنا ودافعوا على الاقاليم الجنوبيه ديالنا، سواء كانوا من هذه الاقاليم الجنوبيه ولا كانوا من الداخل، والناس الامنيين حتى واحد هنا ما يمكن له يزايد على الاخر في هذه القضيه. كلنا مدينون لهم وكلنا نشكر لهم، ولا يملك احد ان يوفيهم حقهم الا الله سبحانه وتعالى. ولكن الدوله تبذل المجهود معهم. الان حنا تنخلصوا الموظف العادي النص، ولكن للعسكريين كنخلصوا الثلثين. والفرق اللي كينتج على ذاك الشيء بالنسبه لصندوق التقاعد والميزانيه ديال الدوله اللي كتعطيه، وهما اللي كيهمهم دابا في هذه الساعه، هو هذا الشيء يستمر، هو غدا من دابا 2022 الى طول الله العمر ديالهم ما يكونوش مضطرين نقول لهم ما يمكنناش نخلصوكم،
هذا اللي كيهمهم دابا والمواطنين كلهم هادشي اللي كيهمهم كيهمهم نقول لهم باللي ان شاء الله الرحمن الرحيم التقاعد ديالكم مضمون ولكننا مضطرين نعملوا بعض المراجعات اللي غتمشي في اتجاه العدل غتمشي في اتجاه الانصاف ديال مختلف المكونات اللي لا كان من الممكن لانه الرفع ديال 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 التقاعد من 600 ل 1000 درهم هذاك اجراء دارته الدوله في حق الموظفين ديال السامير وملي جات هذه الحكومه هذه لقينا بلي الناس ديال الار سي ار ما استفدوش منه وطلبت من السيد الوزير ديال الماليه اللي كنهني على الترتيب اللي وضعوه احسن وزير ماليه ديال المنطقه يعني في مؤسسه دوليه يعني طلبت منه باش يبذل مجهود باش حتى هذوك المتقاعدين اللي كياخذوا قبل من 1000 درهم في الار سي ار يعني حتى يعني طلبت منه باش وبذل مجهود وصل النتيجه والله يجازيه بخير عليهم كاملين باش نرفعوا شي شويه للتحت وربما نكونوا مضطرين نراجعوا التقاعد ديال الناس للفوق مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبه للناس اللي خرجوا وكل واحد ما غاديش كل تعديل غادي ياخذ بعين الاعتبار فين وصل التقاعد الان ولكن اسمحوا لي الى حاجه ما عنديش ما يمكن لكمش تطلبوا مني نعطيها لحتى شي واحد اما الى جاب الله الرزق اذا جاد الله وجاد عمر علاش اللي غادي نمنع انا علاش غنمنع الناس علاش ما نهتمش بالناس المحتاجين بالناس اللي تقدم السن ديالهم راه المتوسط ديال السن ديال الناس اللي كياخذوا التقاعد هو 29 سنه يعني بعد 60 عام 21 سنه في حق الشخص و8 ديال السنوات هذا المتوسط 8 ديال السنوات حق ذوي الحقوق المراه والوليدات فاذا هذا الشيء هذا احنا شنو بغينا اول شيء اليوم هو كيهمني هو الديمومه بحال اللي قلتيو نتوما بحال اللي قلتيو نتوما في السؤال ديالكم وعندكم الحق اهم شيء هو خص الناس يبقاو مطمئنين على التقاعد ديالهم وهذه الحكومه ما يمكنش تجي اليوم وتجيب لكم الحلول الحاسمه سمحوا لي لانه انا عندي حوار مع الناس غنطلق انا ويوم نهار 23 في الشهر ان شاء الله الرحمن الرحيم وغالبا غنعقدوا اكثر من لقاء وبلاش غتكون لقاءات مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الاخرين غادي نتلاقى معاهم اكثر ما يمكن ولكن في النهايه لا بد من الاصلاح وجوج ديال الامور كنقول لكم الاخوان لا بد من الاصلاح يعطينا مهله باش 2014 ما نحتاجوش نبداو تنقلبوا منين نجيبوا حوالي 2 المليار ديال الدرهم يعطينا مهله ديال 10 سنوات ولا بد من 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 الاشراك ديال الجميع ولا بد من اصلاح شامل الاصلاح الشامل اللي يخلينا مطمئنين الى 50 او 60 سنه وهذاك الشيء اللي كيقتضي هذا الاصلاح غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم مهما كلف الثمن لان ماشي سمحوا لي كيمكن نجي وناخذ بالخاطر ديال الناس ونبقى تنحاول ونزيد شنو تيخسر الانسان اللي تيجي لبلاصتي ويزيد وياخذ الخاطر ديال الناس ولا 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 ولا, ولا الا كان من الضروري يتخذ واحد الاجراء اقتصادي ما يتخذوش باش ما توقعلوش اضراب ولا ما يوقعلوش مظاهره ولا كيفاش؟ سمحوا لي الله يجزيكم بخير ما كاينش اللعب في هذا الشيء هذه المصلحه ديال البلاد ولا كان هذا الشيء غادي يجي على حساب الشعبيه ديال الحكومه الحكومه متضامنه مستعده تأدي هذا الثمن لانه هذه الحكومه ما كتشوفش باللي في هذا الموضوع وامثال هذا الموضوع الدوله كتدابز مع النقابات ولا الدوله كتدابز مع الاحزاب السياسيه ولا المهم هو انت تجي تمايا النور والدافع على الناس فيما يظهر لهم انك تدافع عنهم ولكن في الحقيقه انت تسير بهم الى الخراب لانه الا جيتي كتدافع باش ما نمش المواد الاستهلاكيه بحال المحروقات خليها ما تقيسهاش السمن كيران 53 مليار ديال الدرهم واخا وما تمش التقاعد ما تقيسش السمن كيران التقاعد 29 مليار ديال الدرهم واخا وفي الاخر فين غنوصل نوصل لبلاد اللافايت عاد ديك الساعات يقولوا لي هذا الشيء اللي كنتي كدير السمن كيران ما مزيانش واسيدي يقولوها لي دابا انا مستعد نسمعها إلا كان هاد الشيء معناه أنني أنا ما مزيانش ديروها في بالكم أنا ما مزيانش لأنه غندير داك الشيء اللي كنعتقد فيه لمصلحة البلاد
غندير داكشي اللي فيه اللي فيه مصلحه المواطنين الحقيقيه. واخا واخا الشباب ديالنا واخا شي وحدين يمشيو يقدروا يشرحوا هذا الشيء للناس بطريقه مختلفه، مشاو تيقولوا للناس راه بغى يزيد عليكم الماء والضوء، واش انا غنزيد الماء والضوء بالسلامه والعافيه؟ لاش الان كاين حوالي عجز ديال 30 مليار ديال الدرهم عند الوكال عند 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 المكتب الوطني للماء والكهرباء. فين غنمشيو بهذا الشيء؟ واش حتى يوصل اللي مهم عند المواطن يلقى الضوء والماء ولا ما يلقاش؟ ولا يجي يشعل الضوء ما يلقاش، يجي يقلب على الماء ما يلقاش؟ انا كنهضر على التقاعد، كنهضر على كل شيء. التقاعد ما كاينش طريقه للاصلاح ديالو الا خدينا اجراءات. وهذه الاجراءات منها انه لابد نزيدوا في السن ديال في السنوات ديال العمل، وهذا الشيء هذا غنديروه بعد التشاور والتوافق وبالطريقه اللي تقبل بها اللي يتقبلوا بها الشركاء الاجتماعيين. ما كاينش الا باعاده الاحتساب. من الطبيعي نكون نتسمى انا جينيرو، تيقولوا جينيرو سوني با جينيرو، هذاك ماشي جينيرو لان لا جينيروزيتي. اذا كان عندنا واحد النظام كي جينيرو خاصو يعطي شي حاجه اللي قادر يستمر فيها. اما الا اعطيتيها لي عام ولا عامين ولا خمس سنين ولا عشر سنين ووصلتيني بعد ذلك الازمه اللي ما نقدرش نحلها، واش هذيك ستكون جينيروزيتي؟ سوني با جينيروزيتي. وانا ما غنديرهاش. ما كاينش شي طريقه اخرى. ما كاينش شي طريقه اخرى الا باعاده العدل للمنظومه ديال التقاعد ديالنا باش نكونوا قادرين في المستقبل الاجيال اللي جايه ما نكونوش كرينا لها الحق ديالها ونقولوا لها دابا ما عندنا ما نعطيوك بنتي. ماشي معقول. فاحنا غنمشيو في هذا الاتجاه. وغنتعاونوا مع ذوي النوايا الحسن اللي كيفكروا في البلاد وعنده بالكبده. هذاك السيد اللي صفقت عليه قبيله صفقت عليه، هو تكلم معايا من القلب ديالو وانا صفقت عليه من القلب ديالي. ومشيت لعنده وحييته لانه الكلام اللي كان كيقول لي تيقول لي السي عبد الاله رد البال لا ينوضوا لك بعض الاشخاص المزايدين اللي ما بغاوش هذا الاصلاح وتراجع. ما غنتراجعش ان شاء الله الرحمن الرحيم مهما كلف الثمن. وكنعتقد ان الشعب المغربي غيساندني في هذه القضيه هذه. وانه الناس اللي عندهم نوايا حسنه غيساندوني، وان النقابات اللي عندها نيه حسنه غتساندني. طبعا غيتناقشوا غيدافعوا ما استطعنا شحال ما قدرنا نوسعوا على المواطن، شحال ما قدرنا ما نمسوش المصالح ديالو، شحال ما قدرنا ما نمسوش الحقوق المكتسبه ديالو سنفعل. واما دابا اليوم هذا النهار اسمحوا لي ماشي ديال النظري، ماشي ديال النصائح التي ليست في محلها. إذا كانت شي حاجة أنا الباب ديالي مفتوح والمكتب ديالي مفتوح والبيت ديالي مفتوح باش نسمع لأي مواطن مغربي بغى يتكلم معايا ويعطيني نصيحة. ولكن اليوم هو جورن غراف، هذا نهار حرج، نهار أنظمتنا التقاعدية في خطر. كاين دول الإخوان وصلت الأزمان ما عنديش استعداد باش نوصلوا نبقاو نضحكوا لبعضياتنا ونوصلوا لما وصلت اليه اليونان. كاين دول بحال اسبانيا تحملت المسؤوليه ونقصت الموظفين ونقصت عدد الموظفين. واذا اقتضى الامر هذا الشيء تنتمنى من الله، ودابا هذا الشيء ما مطروحش وخصو يدار غادي يدار. ولكن باش نجيو اليوم ونعاود ثاني نعوموا الكلام ونعوموا النقاش وندخلوا في اشكال، ما تقولوا لياش على الحمايه الاجتماعيه. انا مقتنع الجانب التأميني واضح والجانب ديال الحماية المشكل ماشي هو هذا، المشكل منين؟ إذا كاين شي واحد عنده شي مقترح باش هو يجيب أموال لهذه الدولة ويضخها في الصندوق ديال التقاعد ويحول دون الإفلاس ديالو، يتفضل يجي يقترح هذا الشيء هذا. وفي الانتخابات الجاية يشرح للناس كيفاش غادي يدير ويتفضل يجي لهذه المسؤولية ويحل المشاكل بهذه الطريقة هذه. ولكن الآن أنا أمامي 2014 ولا 2014 داخله في الخمس سنوات اللي تكلفت بها هذه الحكومه. الا بغى الله تمشي حتى النهايه ديال المسار ديالها. كل شيء في يد الله. انا من الناس اللي تنقول الله اعلم على كل حاجه، ما عنديش اليقين على المستقبل في يد الله، ولكن عندي العزيمه ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نمشي في هذه الاصلاحات اللي وعدت بها الشعب المغربي الى النهايه وما نتراجع على حتى شي وحده فيهم. كل حاجه في وقتها
وبما يلزمها من التشارك والتشاور مع الجميع والأخذ بكل رأي وكل كل رأي ديال اللي كيجيب نية حسنة وكل فكرة اللي كتكون معقولة الأخذ بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.